تحية طيبة لجميع المتابعين وغير المتابعين. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج البابلي لعام 2022 حسب الأفضلية لأفضل 3 أبراج. وأعزائي، لما أتحدث عن أفضل 3 أبراج هذا لا يعني بأنه ال9 أبراج الأخرى غير جيدة، لكن ال3 أبراج هي تصدرت الأبراج البابلية بجانب معين. راح نشوف 3 أبراج مثلا تكون متصدرة بالجانب المالي، في حين قد ما تنذكر في الجانب العاطفي، يعني غير أبراج راح تكون هي المتصدرة. ونشوف مثلا بعض الأبراج تكون متصدرة بالجانب العاطفي لكن ما تنذكر، أو قد تكون عليها الحذر في الجانب الصحي. كل الأبراج أعزائي خلال 365 يوم يعني عام 2022 كل الأبراج على الإطلاق راح تكون عندها حظوظ، لكن هذه الحظوظ مختلفة. يعني أشبه الفكرة بالضبط مثل 12 طالب عندنا دخلوا إلى امتحان، وال 12 طالب كلهم نجحوا بالامتحان، لكن هناك من نجح بدرجة 50 ومن نجح بدرجة 60 ومن نجح بدرجة 70 وهنالك من نجح بدرجة 95 وهكذا. فإحنا الآن أنا راح أخذ أفضل ثلاثة من ال 12، لكن بكل الأحوال الباقيين أيضا ناجحين لكن حظوظهم تكون بنسب أقل. طيب خلينا ندخل أول شيء بالأبراج اللي الموفقة على الجانب المالي أو أفضل 3 على الجانب المالي. وهنا لما أتحدث عن المال حتى لا أدخل ب يعني كلام كثير وفلسفة كثيرة، لا، أتحدث عن المال بشكل ملخص. المال يعني مردودات على الجانب الوظيفة، على الجانب العمل الحر، كل ما له علاقة بالمردود المالي. يدخل في ذلك أيضا جوانب الدراسات المهنية لأن هذه أيضا لها علاقة بالمال، يدخل أيضا الدراسات الأكاديمية. فبالتالي الأبراج اللي راح تكون موفقة على الجانب المالي وحسب الأولوية، بالدرجة الأولى راح يكون مولود برج الدلو، يليه الحوت، ثم مولود برج الثور. على الجانب العاطفي أفضل 3 أبراج، ولما أتحدث عن الجانب العاطفي أتحدث عن كل ما يتعلق بالعاطفة أيضا بعيدا عن الإنشاء. العاطفة يعني لغير المتزوجين ممكن يكون أكو مرحلة خطوبة، أو عندهم فرص للخطوبة، عندهم فرص للتعارف، عندهم فرص للسقوط أو للوقوع في شباك الحب أو في شباك الغرام. للأشخاص المتزوجين راح توطد العلاقة مع الشريك. للأشخاص المتزاعلين أو المتخاصمين ممكن يتصالحون. فكل ما له علاقة بالعاطفة كل مجالات الحياة راح يكون بالدرجة الأولى الحوت، بالدرجة الثانية العذراء، وبالدرجة الثالثة السرطان. على جانب السفر وتغيير المكان، وهنا أتحدث السفر من مدينة إلى مدينة أخرى أو من دولة إلى دولة أخرى، وتغيير المكان ممكن يكون هو مكان الإقامة، يعني ممكن يكون مكان إقامتك في بلد إلى بلد آخر، أو ممكن أيضا يكون مكان إقامتك في مكان عملك. يعني بعض الأشخاص قد يكونون يريد مثلا يفكر هل أنه أفضل إلي أن أذهب إلى العمل الآخر مثلا بمكان آخر أو أبقى في عملي، يكونوا في حيرة من هذا الجانب. فهنا أيضا الترقية يعني التحول من مكان إلى مكان آخر هذا أيضا يدخل في جانب تغيير المكان. فأفضل الأبراج اللي إلها راح تكون موفق على جانب السفر وتغيير المكان السرطان بالدرجة الأولى، ثم الحوت، ثم الأسد. على جانب الصحي أفضل 3 أبراج أطمئنهم، عليهم ما يقلقون، الفلك يدعمهم بشكل إيجابي. وبالجانب الصحي بالدرجة الأولى راح يكون مولود برج الدلو، وبالدرجة الثانية الثور، وبالدرجة الثالثة السرطان. على الجانب الاهتمام بالصحة، وهؤلاء الأشخاص ممكن يكونون عرضة إلى الأمراض الفيروسية أو الأمراض اللي قد يعني تأتي نتيجة لحوادث معينة، يعني ممكن حوادث تقود إلى عمليات، تقود إلى وعكة صحية أو جلوس في البيت أو ما إلى ذلك. هؤلاء معرضين أو عليهم الاهتمام بالصحة،
معرضين للوعكات الصحية ومعرضين للحوادث أيضا. وإن شاء الله ما يصير هذا الشيء، وأنا أتمنى لهم، أتمنى لهم الخير، لكن هذا ما جانب تحذيري، لأنه هذا ما موجود في الخارطة الفلكية الخاصة ب 2022 بهم. فبالدرجة الأولى راح يكون مولد برج القوس، ثم الأسد، وبالدرجة الثالثة الجوزاء. الأشخاص اللي نحذرهم من السفر أو تغيير المكان، الأشخاص اللي عندهم فكرة إنه يسافر إلى بلد آخر وما يعرف، قلق، حذر، قلق، يعني ما عنده فد رأي ثابت، إحنا نقول لهم لنحذرهم من السفر أو حتى تغيير المكان. هم بالدرجة الأولى الجوزاء، بالدرجة الثانية الميزان، وبالدرجة الثالثة الدلو. الأشخاص اللي عندهم أخبار مفرحة قد تأتيهم بشكل مفاجئ على أوقات مختلفة من العام، وقد تكون لها علاقة بالنجاحات، بدراسة، بأي شيء له علاقة بخبر مفرح. هؤلاء بالدرجة الأولى راح يكون موالي برج العقرب، ثم القوس، ثم الدلو. أما الأشخاص اللي راح يكون عندهم مفاجآت سارة، وهنا المفاجآت السارة يعني قد تكون لها علاقة بإنجاب، أو ممكن يكون لها علاقة بحمل لبعض النساء، ممكن يكون لها علاقة بشيء غير موجود في البال. هي مفاجآت سارة. بالدرجة الأولى راح تكون إلى مود برج الحوت، بالدرجة الثانية الدلو، وبالدرجة الثالثة الحمل. للأشخاص اللي راح يكون عندهم على جانب العلاقات والتعارفات، إضافة إلى المكانة والحظوة الاجتماعية والشو، يعني وين ما راح يقعد، في أي مكان يجلس، في أي بيئة، راح يكون إلى الحظوة الاجتماعية، إلى يكون صاحب طاقة إيجابية، إلى الاحترام والتقدير، وإلى القوة والمهابة. هؤلاء هم بالدرجة الأولى الجدي، ثم الجوزاء، ثم الدلو. أعزائي، أربعة أبراج ما راح يكون بها تراجعات فلكية، وإحنا نعرف بأن التراجع الفلكي أو ظاهرة التراجع الفلكي تعني بعثرة بالأفكار. يعني لما يتراجع البرج، يتراجع عفوا الكوكب في برجنا، نشعر بأنه عندنا تردد، قلق، أفكارنا مبعثرة، ما عندنا القدرة على اتخاذ قرار معين. إضافة إلى هذا تزداد المصاريف المالية عندنا. فبالتالي الأبراج اللي ما راح يكون بها تراجع فلكي خلال عام 2022 هي أربعة أبراج فقط: السرطان، الأسد، العقرب، والقوس. تمنياتي للجميع بعام مكلل بالنجاحات والانتصارات. تحياتي، وتقبل فاق مودتي، وهي أحلى وأنقى وأجمل روزة، وكل عام وأنتم بخير.